yapıyoruz ona. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا وبرنامجكم لك خاصة، حلقة يوم الخميس، الحلقة المميزة بوجود طبعا الشيف محمد أبو العنين والدكتورة الزهراء حسن خطاب. أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا شيف إبراهيم، وبنرحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج نكهة خاصة. اليوم المميز طبعا اتعودنا عليه، لازم يكون في حاجة جميلة وخفيفة عليكم بتطلبوها دايما مننا، بنحاول نعملها لكم يوم الخميس دايما عشان نكون صابح طبعا قدامكم وقت تقدروا تعملوها تاني يوم. ومعانا كمان النهارده الدكتوره زهراء. مرحب بك يا دكتوره. مرحب بك يا شيف محمد، ومرحب بشيف ابراهيم، مرحب بمشاهدينا الاعزاء كلهم اللي بيتابعوا نكهه خاصه. الليله حلقتنا مميزه وكلها حلويات في حلويات ان شاء الله. شيف محمد شيف ابراهيم حيمولينا الاطباق شهيه جدا وحلويات شهيه جدا، حنشوف ان شاء الله خلال الحلقه، يا ريت تتابعوا معانا ان شاء الله. دكتوره طبعا احنا النهارده عاملين مع بعض بلح الشام، اصابع زينب، لقمه القاضي، وكنافة بالكريمة أو الخوخ، وعاملين كمان بسبوسة. هنشوف مع بعض مع شيف إبراهيم دلوقتي. ممكن نبتدي بيها شيف إبراهيم؟ نبدأ أول حاجة بطريقة عمل البسبوسة، نمشي نشوف المقادير ونرجع نشتغلها مع بعض. ورجعنا لكم مرة تانية أعزائي المشاهدين مع البسبوسة. البسبوسة اللي دايما الناس بتسأل منها، دايما المشكلة اللي بتكون بيقولوا ان البسبوسة بتطلع ناشفة، ان البسبوسة بتطلع معانا ما مظبوطة، ما بتطلع زي المحلات. ده دايما بيكون سؤال كتير من السادة المشاهدين. احنا الليلة النهاردة هنعيد تاني طريقة عمل البسبوسة. احنا عملناها كتير، وكان برضو قبل كده كان في نقاش مع مشاهدة من المشاهدين ان هي كانت بتتكلم على ان البسبوسة بتتعمل بالكربونات. قلنا احنا طبعا البسبوسة الواحدة دي طبعا ما بتاخد كربونات، لكن في انواع كتيره جدا من انواع البسبوسه، واحنا عملناها ذات هنا على الهواء بتاخد كربونات. لكن البسبوسه العاديه اللي احنا هنشوفها مع بعض واللي احنا شايفينها دلوقتي قدامنا في العرض دي، البسبوسه دي ما بتاخد كربونات. ولو عايزين نديها شويه بيكنج باودر ممكن نديها بيكنج باودر، ممكن نتنازل برضه عن البيكنج باودر ما مشكله، لان البسبوسه ما مطالب انها تكون هايشه شديد، ان هي تكون المفروض السمك بتاعها يكون رفيع. تمام. الاساس طبعا بتاع البسبوسه زي ما قلنا السمولينا او عين بتاع السميد. بنستخدم معاه السمنه بتكون دافيه، نفيها شويه، دافي السمنه بتاعتنا شويه. طبعا برضو موضوع الزبادي والحليب، ناس كتير بتقول نشتغل بالزبادي او نشتغل بالحليب، انا النهارده اشتغل بالاثنين. احنا في المقدار بتاعنا اللي احنا شفناه عندنا ربع كيلو حليب مع الوصفة دي، أنا أخذت كوباية بتاعت حليب وخلطت معها برضو نص كوباية بتاعت الزبادي. هكمل المقدار بتاع الحليب، يعني ممكن أشتغل بالحليب والزبادي مع بعض، ممكن أشتغل بالحليب السائل، ممكن أشتغل بالحليب البودرة بالمناسبة برضو، ما في مشكلة في طريقة عمل البسبوسة. القصة بتاعت اللي هي تنشف أو ما تنشف دي اللي بيحكمها حاجة مهمة جدا. أنا بعد ما بخط المكونات أول حاجة طبعا كلمة بسبوسة جاي إن أنا ببس
البسبوسه مع السمنه بتاعها. دي اول خطوه، لازم البسبوسه تتشرب كويس جدا مع السمنه. تمام. بعد كده ما بحط بقيه المكونات زي السكر زي العسل زي جوز الهند، بقلب عادي. لكن اول ما احط الزبادي والحليب لازم ابتدي اقلب بالراحه. ليه؟ عشان الماده بتاعت الجيلوتين اللي في البسبوسه دي تمام ما تتفاعل مع بقيه المكونات، فبالتالي هي اللي بتعمل التماسك الشديد بتاع البسبوسه. يعني ده من اهم الحاجات اللي انا انتبه ليها. الحاجه الثانيه ان انا باجي اسوي البسبوسه، لما باجي احط البسبوسه في الفرن، اول ما البسبوسه بتستوي انا بحط السيرب بيكون سخن، ما بيكون بارد. ما عكس الكنافه وعكس البلح الشام زي ما هنشوف النهارده خلال الحلقه. بقيه الحلويات الشرقيه البسبوسه بتاخد السيرب سخن، دي حاجه. الحاجه الثانيه بغطيها وبسيبها لمده 10 دقائق في الفرن مطفي لغايه ما تتشرب كويس وتبقى طريه. بعد كده بطلعها بستخدمها وبقلب الصينيه بتاعتي وبشتغل بيها. شوف السمنه بتاعتنا دي توجيهات مميزه جدا يا شيف منك. ايوه الناس تعرف هم دايما بيسالوا بيقابلهم مشكله في البسبوسه. أيوة فعلا في طريقه العجين. ان في ناس بتستعمل بيض، في ناس بتستعمل زبادي، في ناس بتستعمل لبن، فكل حاجه وليها طعم ونكهه خاصه. لكن هي الاساس البسبوسه، لازم ان احنا نبس كده زي ما حضرتك شايف الشيف ابراهيم بيبس الزيت او السمنه او الزبده، اي نوع ماده دهنيه انت بتشتغلي بيها، تبسيها الاول مع السامولينا الاول عشان تشربها. ليه؟ عشان ما تتمسك معاك بسرعه، لان انت لو حطيتي كل المكونات مع بعض هتبقى معاك عجينه من البدايه. ايوه الاحسن انت تفركيها كده الاول او تبسيها زي ما احنا بنقول، تخليها زي ما احنا شايفين بتشرب كده الماده الدهنيه وتبقى بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده مع بعض. تمام. ان شاء الله ان شاء الله الناس كلها تستفيد وتتابع معانا وتتواصل معانا على ارقامنا الظاهره اسفل الشاشه. طيب يا دكتور، زي ما انت شفت كده انا حطيت السمنه زي ما قال الشيف محمد. ايوه انا ببس البسبوسه، يعني بشرب كل الصميد بتاعي بالسمنه. ايوه زي ما قلت، واحنا بنبس كده نبس كويس لكن بحرص، يعني ما نقعد ندعك شديد في السميد علشان ما قلنا ما نطلع الماده اللي هي بتاعت الجيلوتين. أيوة. ما تتفاعل مع بقيه المكونات وتعمل لنا العمليه اللي هي بتاعت البسبوسه بتكون جامده او ناشفه او تكون ملبكه ذاتها من جوا. بالظبط كده اللي ناس كتير بيشتكوا منها. تمام يا شيف. تمام. وحاجه ثانيه كمان دكتوره او شيف ابراهيم، لما تيجي تعجن البسبوسه حاولي على طول تكون حاجاتك الصينيه بتاعتك زي ما اتفقنا بتكون مدهونه سمنه وطحينه معاكي، وتكوني مبردها احسن في الثلاجه. تمام. عشان تكون متماسكه معاكي، ما تتوزع معاكي وانت بتضغطي على البسبوسه. ثاني حاجه، ما تكونيش ملخومه في حاجه ثانيه وتيجي تعملي البسبوسه تحطيها في الصينيه وبعدين تعملي حاجه وبعدين ترجعي ثاني تبقى عاوزه تسويها. الجيلوتين زي ما اتفقنا بيتفاعل بسرعه، فبتبتدي البسبوسه تتماسك، ما هتعرفي تتحكمي فيها بعد كده. اسهل حاجه وهي سايله معاكي من البدايه تضغطيها او تضربيها زي ما احنا متعودين ان احنا نخبطها جامد عشان تكون الاركان كلها بتاعت البسبوسه متساويه مع بعض. يعني الخطوات كلها هتكون ورا بعض ومتتاليه. لازم تكون ورا بعض يا دكتور، لان طبعا فيها نسبه جيلوتين. يعني استاذنك تحط لي جوز الهند والسكر. السكر طبعا في البسبوسه يا جماعه حسب الرغبه، ممكن نستعوض عنه ونستبدله بجوز الهند بالنسبه للناس اللي بيعانوا من السكري والناس اللي بيعانوا من امراض القلب والكوليسترول. بالنسبه للسكر يا دكتور، عشان ده برضه سؤال اتسال لي، ممكن نستخدم سكر الفركتوز عادي جدا بنفس الطريقه، بس بنستخدم سكر بدل السمنه بنستخدم الزبده اللايت. تمام. يعني دايما احنا عندنا بدائل للاطباق اللي بنعملها، والشيف دايما بيوضح ممكن احنا نستبدل شنو عشان تدينا نفس النتيجه وما تاثر لنا على الحاله الصحيه اللي بنعاني منها. زي ما قال هسه وقلنا انه الناس اللي بيعانوا من السكري وبيعانوا من امراض القلب والكوليسترول وارتفاع ضغط الدم اللي بتاثر عليهم نسبه الدهون الزايده والسكريات، الشيف قال ممكن نستبدل السمنه بالزبده اللايت، وممكن نستبدل السكر كمان ب ممكن نستعوض عنه بالجوز الهند لانه بيدينا نكهه السكر، ده بيكون مفيد جدا بالنسبه لنا وبزيد لنا القيمه الغذائيه للبسبوسه. اه دكتوره، انا شفت كده هسه اضفت السكر وجوز الهند والزبادي. اضفت السكر وجوز الهند والزبادي، واخر حاجه هو الحليب. وزي ما قلت لك بعد الزبادي والحليب ابتدي ايه شنو؟ يكون العجنه بتاعتي بالراحه بتكون ايوه خفيفه بحركه جدا. بسيطه. ايوه وزي ما قلنا والشيف محمد قال من شويه، الصينيه بتاعتي بتكون جاهزه. انا الصينيه تحت موجوده هنا، دهنها طحينه شويه سمنه. الطحينه بالمناسبه بتدي حاجتين، بتدي لون سمح للبسبوسه وفي نفس الوقت بتدي طعم للبسبوسه. تمام يا شيف. ايه ايه قلنا في المرحله دي ما بعجن كتير عشان ما احرك الماده بتاعت الجيلوتين اللي هي في البسبوسه، وبالتالي البسبوسه بتاعتي تطلع معايا ناشفه. اهو شكل ده كده ببتدي. كمان في مشكله شباب ابراهيم بتقابلهم برضو في نوع السامولينا. السامولينا الخشنة يا جماعة بتاخد نسبة، يعني بدل كوباية حليب بتاخد كوباية وربع، لأن الخشونة اللي فيها بتشرب نسبة المادة السائلة اللي احنا بنحطها كتير جدا. أيوة.
فناخد بالنا برضو من الحاجه دي. لو انت بتستعملي السامولينا الناعمه المعيار ده مظبوط معاكي. تمام. لو انت استعملتي سامولينا خشنه بتحطي ربع كوبايه حليب تاني زياده او ربع كوبايه زبادي، الحاجه المتوفره عندك في البيت. لو ما في خالص ممكن تضيفي ميه، ما فيش مشكله. تمام تمام يا شيخ. وكمان القيمة الغذائية للبسبوسة هي فيها نسبة عالية من السعرات الحرارية اللي هي بتمدنا بالطاقة والكربوهيدرات اللي حنتكلم عنه خلال الحلقة، وكمان فيها بروتين بنسبة مضاف للزبادي والحليب الأضافه الشيف، وكمان عندنا السمولينا برضو اللي هي أصلاً قلنا زي ما قلنا البسبوسة فيها نسبة من السعرات الحرارية العالية، ونسبة السكر فيها بنتحكم فيها حسب المكون اللي احنا بنضيفه. عشان كده الناس اللي بيعانوا من أمراض الغلب والكوليسترول والسكري بنقول لهم تتناولوا كمية بسيطة جداً، وكمان ممكن تتحكموا في المكونات المضافة. احنا كده جهزنا الصينيه بتاعتنا، بنحاول ان احنا نضغط عليها كويس. تمام زي ما قلت انت يا شيخ، كمان احنا يعني ما الا يكون عندها ارتفاع يعني عالي البسبوسه ما بتاثر. دكتوره البسبوسه دايما اللي احنا ما بنحط فيها، فيها نوع من البسبوسه زي ما اتفقنا مع الشيف ابراهيم بيحط فيها كربونات. أيوة. وبتحط فيها بيكنج باودر. في نوعين من الحاجات دي طبعا بتزيد لك نسبه التخمير، فما بتقدريش تعمليها بالسماكه دي عشان ارتفاعها ما يكونش عالي. ايوه. فانت دايما بتعمليها السماكه دي لو انت مشتغله من غير بيكنج باودر او كربونات. تمام. يعني دي بتكون سهله معاكي، لازم السمكه تكون مليانه شويه بعد ما بتطلع وتشرب العسل، هي اساسا بتكون متماسكه ما بتخمر معاكي، يعني هي نفس الحجم اللي انت عاملاها هو اللي بتلاقيه بعد لا بيزيد ولا بيتغير. لا تمام. طيب كده احنا بندخل الصينيه بتاعتنا الفرن، طبعا بيكون فرن جاهز او سخن جاهز بالشكل ده، بتاخد نص ساعه وثلث ساعه. لا هي البسبوسه لغايه ما تحمر، يعني لغايه ما الوش بتاعها يحمر بتختلف من فرن لفرن، في افران بتقعد ساعه، في افران بتقعد ساعه الا ربع، في افران بتقعد نص ساعه حسب نوع الفرن او السخانه بتاعه الفرن. لكن احنا بنتابعها اللي ما فيها مشكله، لو فتحت الفرن وقفلته عليها ما زي الكيكات ما فيها بيض يعني هيهبط وكلام زي كده، ممكن نشتغل عليها عادي جدا لغايه ما تاخد اللون اللي احنا دايرينه، وبعد كده زي ما قلنا السيرب بتاعنا يكون سخن، البسبوسه تكون سخن، نسقيها طوالي، نغطيها بورق قصدير ونرجعها الفرن تاني المطفي، نطفي الفرن ونسيبها 10 دقائق جوه الفرن السخن دافي يعني خلاص. تمام. تشرب بالسيرب او الشيره بتاعتها، وبعد كده بنطلعها تبرد وبعد كده بنقطعها وتستخدمها. تمام. احنا قد عملنا اول صنف من اصناف الليله البسبوسه، نمشي للصنف الثاني اللي هو البسيمه، نمشي نشوف المقادير ونرجع لكم. ورجعنا لكم مرة تانية أعزائي المشاهدين، شفنا مع بعض مكونات البسيمة. البسيمة طبعا يا شيف محمد يا دكتورة زهراء من الحاجات برضو اللي هي أسرة السيمولينا، يعني بتتعمل برضو من الحاجات اللي بتتعمل من السيمولينا، لكن بيخش معاها برضو جوز الهند كمكون أساسي. أيوة. تمام. فبنحط جوز الهند والدقيق والسيمولينا. تمام. نقلب كل الكلام ده كده مع بعضه. المقدار يا شيف، لانه في ناس ممكن يكون عادي يعني ما بيقروا ما بيقدروا يقروا، المقدار بتاع السامولينا نفس المقدار بتاع جوز الهند والدقيق ولا لا؟ لا لا بيختلف. انا استخدمت زي ما انت شفتي كده كوبايه بتاعه سامولينا. أيوة. استخدمت ربع كيلو جوز هند. والدقيق بنستخدم برضه كوبايه نفس الكميه بتاعه السامولينا بالظبط كده. تمام. نص
تمام. معانا اتصال شيف من نوال. السلام عليكم. عليكم السلام. مساء الخير عليك يا نوال. كيف اخبارك؟ تمام تمام الحمد لله. الحمد لله. سعيدين بسمع صوتك. كيف عاملين؟ تمام الحمد لله بخير. الحمد لله. معانا شيف ابراهيم وشيف محمد الليله. كيف محمد؟ اهلين بيك يا حاج نوال. كيف تمام؟ الحمد لله تمام والله نحمد الله. الله يخليك يا حاج نوال. كيف الاخبار؟ تمام الله يخليك. الحمد لله رب العالمين نحمد الله. تفضلي سامعينك. اي دايره الحشام الصوص بتاع الطماطم. حاضر بلح الشام احنا هنعمله النهارده في الحلقه. تمام تابعين. احنا هنعمل بلح الشام النهارده ويوم تاني هنعمل لك برضو الصوصات صلصه الطماطم والكاتشب والمايونيز والحاجات دي كلها ان شاء الله. هنعملها لك حلقه مخصوص تاني. الله يخليك. تسلم يا حاج. اتفضلي عندك سؤال يا نوال. عندي بنت صغيره والله كان يعني عمرها سنه ونص. طبعا بتجع طوالي ما بتكون يعني مركزه. ما بتكون مركزه؟ يعني بتعدي تقوم ماشيه يعني مسرعه كده تقوم تقع يعني ماشيه تعدي كده ما بتقوم تنقلب لاي حاجه لكن في ناس تقع طوال في الوضع. اها لانها هي ضعيفه شويه. ايوه وديتيها للدكتور؟ والله ما وديتها للدكتور لسه. انت بس ما تخافي يعني الاطفال عموما في المرحله بتاعت اصلا تعلم المشي في ناس بتعلموه بعد السنه فالمشي الحركه بتاعتهم بتكون شويه صعبه او مستعجلين في الحركه يعني اقل يعني الرجلين لما تتضرب مع بعض ممكن يقعوا ممكن كده. انت ما تخافي شديد لكن اذا حسيتي بخوف وقلتي صحتها شويه نازله او ضعيفه ممكن تقابلي بها دكتور ونحن بنوريك ان شاء الله اغذيه واكلات تديها لها ان شاء الله تزيد لها المناعه بتاعتها وتزيد لها صحتها ان شاء الله وتشوفيها على احسن حال. لا تاكل يعني ما تاكل اكل عادي كده ما قاعد تاكل. ما بتاكل وبتتحرك كثير صح؟ ده حال كل الاطفال لكن احنا دائما بنقول انه الاطفال ترغبيهم في الاكلات بانك تعملي لهم حاجات بيحبوها تشوفيهم بيحبوا شنو مثلا. اهم حاجه بالنسبه للاطفال انهم يتناولوا كل العناصر الغذائيه. مثلا الحليب هو اساسي جدا جدا بالنسبه لهم وكمان البيض المسلوق برضو بديهم قيمه غذائيه بعوض لهم فيتامين د اللي هم محتاجين له. ولازم في كل الاحوال انا بقول لك تعرضيها للشمس او تخليها تتعرض للشمس في الفتره اما الصباحيه بعد الشروق او المساء قبل الغروب. انا وقعت الشمس يعني لكن ما بتاكل اي حاجه بس ما قعدت تاكله. لا لازم تاكلي. انت اعملي لها مسلوق وادي لها او ممكن تعملي لها مضروب بيكون كويس بالنسبه لها. هي في سنه ونص ممكن تاكل اي حاجه وكمان السلطات برضو مفيده بالنسبه لها. طبعاً يعني. نحن ان شاء الله خليك متابعه معانا يا نوال. اهلا وسهلا ان شاء الله باذن الله تعالى. نحن حنعمل حلقه ان شاء الله حتكون مخصصه للاكلات بتاعه الاطفال من عمر السنه لحد عمر الثلاث سنوات بتكون مخصصه لهم اكلات هم يحبوها ويقدروا ياكلوها ويستمتعوا بصحه جيده ان شاء الله وانتم تكونوا مطمئنين عليهم. شكرا لكم. شكرا لاتصالك يا نوال. تسلم يا رب. ربنا يحفظهم ان شاء الله وتشوفيهم في احسن حال يا رب. الله يسلمك. شكرا لك. اهلا وسهلا بك يا حاجه نوال. شكرا جدا على اتصالك. طيب يا دكتوره احنا دلوقتي زي ما احنا شايفين كده قلبنا المكونات بتاعتنا حطينا البيض حطينا الفانيليا حطينا البيكنج باودر حطينا الحليب الدافي قلبنا العجينه بتاعتنا كده. عايز اتكلم على الفواكه المشكله او الفواكه المجففه او الزبيب. يعني دايما لما بشتغل بالحاجات دي مع حشوة او مع عجائن زي دي لازم اعفرهم بشويه دقيق زي كده عشان تتوزع جوه انا هحط شويه على الوش برضه عشان ما تلصق لينا ما تكون عشان ما تجمع كلها في حته واحده. في بعض من الناس يا دكتوره حتى في الانجليش كيك لما بيجوا يعملوا الفواكه المجففه او الزبيب بيرسب منهم بيشتكوا ان هم بيبقى تحت في ارضيه الكيك نفسه. ايوه عشان كده احنا دايما بنقول لكم حطوا معلقه دقيق خفيفه كده قلبوا فيها الحاجه دي قبل ما تنزليها في العجين. ليه؟ الدقيق بيعمل طبقه عزله فبيفضل ثابت في المكان اللي هو ماسك فيه في العجين نفسه فما بيتغير. يعني انت لكن انت حطيتيه مع نعومه العجين وهو اساسا الحاجه دي ناعمه فبتبتدي تترسب تحت مع تقل العجين نفسه تتجمع في حته واحده. اه تمام. دي برضه تكه كويسه يا شيف منكم يعني. نعبي العجينه بتاعتها قلنا برضه بنديها للصينيه بتاعتنا. ايوه
تاني بسرعه كده يا جماعه. البسيمه حطينا الدقيق، حطينا السيمولينا، حطينا جوز الهند، قلبناهم كلهم مع بعض، وبعد كده ضفنا الحليب سوري البيض والفانيليا والبيكنج باودر، ضفنا الحليب الدافي عجننا بيه. المقادير اللي قدامنا على الشاشه، وبعدين حطينا الفواكه المشكله، طبعا دي اختياريه. ايوه يعني ما ممكن تتعامل من غيرها، ما مشكله، ممكن حتى نستبدلها بزي ما قلت زبيب او مكسرات ممكن برضو. اهو كده احنا جهزنا الصينية بتاعتنا، وبعدين بجيب الفاكهة تاني اللي هي على الوش بالشكل ده، وببتدي نوري انه فيها فواكه مشكلة، اساوي الوش بتاعي تمام، وادخلها الفرن لغايه ما اخلص الحاجات دي. ممكن الدكتوره برضو تورينا القيمه الغذائيه بتاعه البسيمه قبل ما ندخلها الفرن. تمام يا شيف. البسيمه هي فيها نسبه من الكربوهيدرات عاليه، والسعرات الحراريه اصلا بتجي من كميه الكربوهيدرات والبروتين والدهون الموجوده في الطبق بتاعنا. البسيمه كمان نسبه البروتين فيها عاليه لانه اضاف لها البيض، بيزيد لها نسبه بتاعت السعرات الحراريه. نحن بنقول ان عموما تناول الحلويات لازم يكون بنسب معقوله جدا جدا عشان ما تاثر على الحاله الصحيه بتاعتنا. طيب يا دكتوره، نبل ايدينا ميه زي ما انت شايفه كده. ايوه، ونبتدي عشان نساوي بها نساوي، وبعدين ممكن برضه بال معلقه الخشب بتاعتنا اهو بالشكل ده، و نساوي السطح بتاعنا كده، وكده تكون الصينيه بتاعت البسيمه بتاعتنا جاهزه. بندخلها الفرن برضو نفس الطريقه، اول ما اللون بتاعها بيتلون بس بنديها السيرب بتاعها بيكون بارد، ما بيكون زي البسبوسه سخن. تمام تمام، هذا الفرن بكده نكون انتهينا من ثاني صنف من اصناف الليله. زي ما احنا شايفين يا جماعه الحلويات الشرقيه دي موضوعها ما صعب شديد، الموضوع بس عايز ترتيب وعايز تجهيز وعايز ان احنا نتذكر الخطوات بالظبط. خطواتها سهله ما زي الحلويات الغربيه، الحلويات الغربيه شويه معقده بالنسبه للسبونج كيك او بالنسبه للكريمات او بالنسبه للحشوات، لكن الحلويات الشرقيه زي ما انتم شايفين هي عجنه بنعجنها بسرعه كده ونحطها في الصينيه وندخلها الفرن. كده احنا نكون انتهينا من الصنف الثاني اللي هو البسيمه، عملنا قبالها البسبوسه. نمشي فاصل يا شيف ولا؟ ماشي تمام اتفضل. طيب يا جماعه خلونا نمشي فاصل ونرجع مع بعض نواصل بقيه حلقه الليل، انتظرونا. رجعنا لكم من جديد مشاهدينا الاعزاء، طلعنا فاصل وكنا عملنا البسبوسه والبسيمه، بس حاليا ما عارفين الشيف هيبدا لنا بشنو. احنا هنبتدي اول حاجه يا جماعه بالزلابيه. طبعا اللي هي لقمه القاضي ليها مسميات كثيره جدا، خلينا نشوف مع بعض المكونات ونرجع نكمل معاكم.
ورجعنا شفنا مكونات لقمة القاضي، وهسه شوف محمد حيشتغل لنا فيها ان شاء الله. طيب هي مكونات سهله بسيطه جدا يا دكتوره، من الحاجات السريعه برضو اللي احنا بنتكلم عنها ان دايما تعملوها في البيت. هنعمل مع بعض كوبايتين دقيق، هنحطهم هنا كده، ونعمل معاهم معلقتين سكر. السكر يا جماعه انتوا شايفين فيه كاستر وفيه نشا وفيه سكر. الثلاث حاجات دول بيلونوا لك لقمه القاضي بسرعه، يعني بتحطي معلقه كاستر ومعلقه نشا، تمام؟ معاهم معلقتين سكر ومعلقه ملح خفيفه، وبعد كده معلقه خميره. ايوه تمام، كل حاجه معلقه معلقه، لكن السكر بس معلقتين. تمام ماشي. نبتدي نقلب كده المكونات دي كلها كده مع بعض، ونحط لها كوبايتين ميه دافيه. في ناس بتحب تعملها على البارد، مفيش مشكله برده، ممكن تعملي ميه بارده، بس طبعا بتاخد منك وقت اكتر في التخمير. ايوه، لكن انت لو عملتيها ميه دافيه بتخمر معاكي بسرعه، يعني ممكن نص ساعه كده بتكون خلاص جاهزه معاكي ان انت تقدري تعمليها. نحط كوبايتين ميه، كوبايتين شويه، ونقلب كده العجينه. طبعا المويه برضو على حسب احنا نصل القوام الدايرين، يعني يوم نحددها صح؟ هو كتجربه يعني كوبايتين، كل كوبايه دي مع كوبايه ميه. مع كوبايه ميه، تمام. لان بعض مرات طبعا في العجنات وكده لازم بيختلف. ايوه نوع الدقيق بيختلف، صح. هذول بيكون معتمد على وزن معينه، لكن فجاه بيلقى الحكايه فلتت، بيبدا وبعد كده يوازينا بدقيق او مويه او مويه بالظبط. هو القوام بس اهم حاجه، نتعود على القوام. هنشوفه مع الشيف محمد. تمام اهو، انا محتاج لي مويه ثانيه. ايوه انا ما مليت كوبايه شديد. هو طبعا عشان نوع الدقيق نفسه ممكن ياخد منك ميه زياده، فطبعا الدقيق بتاع حلويات بيبقى خفيف شويه، وفي دقيق بتاع عجاين لازم تستعمله برده، الاثنين بينفعوا مش مشكله. تمام تمام. نبتدي نخليها كده زي ما احنا شايفين، تبقى عجينه. هي طبعا بتبلك في الاول عجينه تقيله، ايوه، لكن لما بتقعد تخمر بتبقى معبيه هواء معاكي، بتخمر بالشكل اللي احنا هنشوفه دلوقتي كده مع بعض. تبقى شكلها دي بعد ما بتخمر، لازم تكون معبيه الهواء بالشكل اللي احنا شايفينه. ايوه تمام كده، خلاص العجينه بقت جاهزه. ممكن بعد كده نخليها تخمر اقل حاجه مده نص ساعه مثلا، لحد ما تحس التهويه بتاعتها بقت بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده. تمام تمام. بعد شويه برضه هنشوف القوام بتاعها كيف. اه دكتور، احنا دلوقتي هنشوفها مع بعض في الزيت كمان. ايوه تمام تمام. الليله كنا نتكلم عن الكربوهيدرات او السعرات الحراريه، لانه هي اساسي جدا في حركه الجسم، وكمان هي الطاقه اللي بيحتاج لها الجسم عشان يمارس نشاطاته ويكون بحيويه تامه. السعرات الحراريه هي ممكن تجينا من الكربوهيدرات، ممكن تجينا من البروتين، من الدهون، وكمان من كل العناصر الالياف، العناصر كلها اللي احنا بنتناولها. عندنا الكربوهيدرات مهم جدا جدا في الطاقه اللي بيحتاج لها الجسم، عشان كده لازم نتناول الاغذيه اللي بتحتوي على الكربوهيدرات بكميه معقوله، لانه كله من 10 لحد 40% او من 25 لحد 45% من التناول بتاعنا للكربوهيدرات هو بيكون مفيد جدا جدا، وبمدنا بسعرات حراريه اللي هي السعرات الحراريه في الكربوهيدرات بتساوي لنا 4 جرام. عشان كده عشان الطاقه بتاعتنا تكون معقوله ونقدر نمارس نشاطاتنا، بالذات الايام دي طلبه المدارس في فتره بتاعت امتحانات وزياده تركيز ومجهود، بنقول لهم تتناولوا كل الاغذيه اللي بتكون مفيده وبتمد الجسم بالطاقه. الكربوهيدرات، البروتين مهم جدا جدا كمان لزياده التركيز وزياده نمو الخلايا، عشان نقدر نركز في الدروس بتاعتنا ونجيب احسن نتائج ان شاء الله. طيب يا دكتوره، احنا زي ما شفنا مع الشيف محمد طريقه عمل لقمه القاضي وعمل العجينه، طبعا كنا مخمرين العجينه طبعا اللي هي بتاخد وقت عشان تخمر. تمام. بعد كده الصف اللي جاي بعد كده اللي هو الكنافه بالمانجو. الكنافه بالمانجو من الاكلات السمحه، والكنافه دي دايما بتستحسن انها تتاكل بارده. تمام. تتاكل بارده كل ما بيكون طعمها لذيذ. بنشوف الطريقه بتاعتها، لكن خلونا نمشي نشوف المقادير ونرجع تاني.
ورجعنا لكم مرة تانية أعزائي المشاهدين. شفنا مع بعض مفاتير الكنافة. طبعا الكنافة دكتور عملناها كميات كثيرة جدا وعدنا وزدنا فيها بأشكال مختلفة. اللي متفقين عليه أن طريقة عمل الكنافة نفسها عشان دايما نفصل بين الكنافة والحشو بتاع الكنافة. الكنافة دي أساسي فيها السمنة تمام مع السكر بنقلبهم مع بعض. كل نص كيلو كنافة بنديله حوالي ربع كوباية بتاع السمنة دايبة ونديه برضو بتاع سكر بودرة حسب الرغبة. يعني لو مرض ممكن نديله معلقتين أو ثلاث معلقة كبار سكر بودرة. ده اللي بيدينا الشكل أو اللون بتاع الكنافة اللي بيلون الكنافة. بنعجنا مع بعض. أهم حاجة في الحركات أو الدكات زي ما بيقولوا بتاعت الكنافة، اول حاجه ان انا اشتغل بيها تكون طالعه من الفريزر. يعني ما اجيب الكنافه فريش سخنه واقول هشتغل بيها، بتكون الكنافه قاعده في الفريزر متماسكه. دي نمره واحد. نمره اثنين، لو الكنافه متماسكه شديد او الحبات بتاعتها طويله بمسك المقص بالمقص بتاع المطبخ وبقص الكنافه او بفتتها بيدي تمام. وبعد كده بدعكها في السمنه مع السكر. بعدين بحطها في الصينيه وبشوف هنشيها وادخلها الفرن النية او زي ما انا هشتغل بيها النهارده. انا عملت كل واحده لوحديها، دول كده نص كيلو كنافه عملوا لي الاثنين ديسك دول. تمام هنبتدي نحشي. تمام بعد كده هنتكلم عن الحشو. الحشو بتاع الليله النهارده انا استخدمت فيه سمنه استخدمت فيه جبنه اللي هي المثلثات، استخدمت فيه كريم شانتي، استخدمت فيه حليب. ضربت الكريم شانتي مع الحليب بالطريقه الاعتياديه جدا اللي هو الحليب المثلج، وبعد كده اديته الكريم شانتي مع الحليب المثلج لغايه ما اداني القوام بتاع الكريم شانتي. وضربت اللبن المكثف مع سكر بودره مع الحليب العادي مع الجبنه المثلثات، ادوني زي قوام كده شويه خفيف ما تقيل. نزلت معاه مع الكريم شانتي عشان يديني الحشوه دي. الحشوه دي الميزه فيها انها بتكون يعني لا حادقه لا مسكره لا حاد، يعني بيديني طعم في الوسط يعني. ايوه تمام. بعد كده بحشي بيها الطبقه الاولانيه بتاعت الكنافه حقتي كده اللي هي انت قلت كلها نص كيلو عملت لك نص كيلو عملت لي الاثنين. انا هحشي الكنافه بجوه بالكريمه. ودايما دايما بنقول في الحشوات ان احنا نحاول على قد ما نقدر نبعد عن الاطراف على اساس ان احنا ما تطلع علينا بره وتخرب لنا الشكل. بالظبط كده. نعمل حساب ان احنا لما نيجي نضغط عليها نديها مساحه. ايوه انا عامل برضو شويه زياده، لو عايزين من فوق برضو نديها ممكن، لو ما دايرين خلاص نقفلها مره واحده برضو ما في مشكله. تاني عيد الحشوه دي يا جماعه، الحشوه دي عملت كريم شانتيه حوالي خمس ملاعق زي ما شفنا مع بعض في المقادير، بنضيفهم بربع كوبايه حليب مثلج تمام. بتعمل لنا الكريم شانتيه العاديه اللي هي الدريم ويب العاديه دي. بعد كده بضرب الجبنه المثلثات مع السكر البودره والحليب المكثف. الجبنه المثلثات عملناها هنا على الهواء، الحليب المكثف عملناه هنا على الهواء. يعني دايما مشاهدينك خاصه معظم احتياجاتهم بتكون متوفره في البيت عاملينها على ايديهم. تمام اوكي. طب شوف ابراهيم بنستاذنك بس قبل ما تخلص الحشوه بتاعت الكنافه نشوف مع بعض مقادير بلح الشام ونرجع نكمل مع بعض.
ورجعنا اليكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. زي ما احنا شفنا كده احنا حشينا الكريمه بتاعتنا وحطينا المانجا بتاعتنا، بنيجي بالطرف الثاني اللي احنا عملناها الديسك الثاني وبنحطه فوق الصينيه بتاعتنا كده وبالراحه بنضغط هنا كده بالراحه عليها اهو بالشكل ده تمام. وبعدين بنسقيها بشويه سيرب، وزي ما قلنا لو عايزين نديها شويه مانجا من فوق وكريمه ممكن، لو عايزين نخليها على كده ممكن، احنا هنديها شويه كريمه وشويه فاكهه برده من فوق عشان نبين برده الحشوه بتاعتها بعد ما نسقيها بشويه السيرب. لغايه ما نعمل القصه دي كلها خلونا نمشي فاصل نرجع نواصل مع بعض حضراتكم. ورجعنا اليكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. شفنا القيمه الغذائيه بتاعت البسبوسه، شيف محمد دلوقتي بيقطع علينا في لقمه القاضي في الزيت. طبعا لقمه القاضي بتختلف شويه عن الزلابيا في شنو ان هي بتكون مقرمشه. القرمشه دي بتيجي من وين؟ المرحله الاولى بيعملها الشيف محمد دلوقتي ان هو يحطها في الزيت، اول ما تبتدي تلون يرفعها من الزيت خليها تصفي الزيت اللي فيها ويرجعها الزيت ثاني. هو ده اللي بيخلي اللقمه الجاد اللي بتتباع في المحلات اللي بتكون مقرمشه اللي هي بتتحط فيها العسل اللي احنا عاملينها لنا دي شويه بتختلف من الزلابيا. بتاخد اللون؟ تاخد اللون يعني اول ما تبتدي تشد كده وتمسك شويه وتاخد اللون الاصفر ده يبتدي يرفعها ويشيلها وينزلها في المصفى تصفي الزيت اللي فيها. بعد كده بيرجعها الزيت ثاني سخن. بالنسبه لبلح الشام الشيخ محمد هيقطع علينا بيختلف عن لقمه الجاد برضه ان هو بيتحط في زيت بارد. شيف محمد ورينا بالتفصيل. طبعا شيف ابراهيم شغل الزيوت كله يا جماعه بياخد عسل تقيل، يعني اذا كان لقمه القاضي، صابع زينب، بلح الشام، الثلاث اصناف دول بالذات بياخدوا عسل تقيل، زي ما اتفقنا بيكون كوبايه بتاعت عسل، كوبايه بتاعت سكر، كوبايه مويه، معلقه فانيليا صغيره، ومعاهم نقطتين عصير ليمون بس في الاخر. تمام؟ تحطي بقى قرفه، تحطي نكهات اللي انت بتحبيها مفيش مشكله فيها. لقمه القاضي زي ما اتفقنا انت عاوزاها تطلع معاكي مقرمشه وما شاربه زيت كتير، ما شاربه عسل كتير، تعمليها على مرحلتين، يعني دي المرحله الاولى لو ملاحظين ان لونها لسه محمر فبنطلعها وبعدين نعمل المرحله الثانيه
بعد شويه بعد ما تبرد شويه يعني بيكون لونها كده ذهبي فاتح قوي تمام. نطلعها نخليها هنا كده ونخليها تبرد وبعدين ننزلها تاني مره تانية في الزيت بعد 10 دقائق مثلا عشان تاخد السخونيه بتاعت الزيت وتلون تبقى لونها اللون الذهبي اللي احنا هنشوفه دلوقتي مع بعض. تديها كمان القرمشه ده بالنسبه للزلابيه يا دكتوره. أيوة. بالنسبه لبلح الشام يا جماعه انت هتحطي كوبايه بتاعه ميه معاها ربع كوبايه زيت او سمنه حاجه من الاثنين اللي متوفر عندك في البيت. فينا طبعا بتحب السمنه اكتر. أيوة. من الزيت. ربع كوبايه سواء سمنه او زيت وتحطي معاها كوبايه ميه على النار لحد ما تغلي بالشكل ده. بعد كده بتحطي معاها كوبايه دقيق ومعاها ذره ملح صغيره عشان ما يخرج من الدقيق زي ما اتفقنا. تقلبيها كده هتعمل معاكي عباره عن عجينه. تمام. تقلبيها كده على النار تبقى عجينه معاكي زي البشاميل بس تقيله شويه. تمام. هناخد العجينه دي نسيبها تبرد تبرد كويس جدا. بعد كده نضيف لها قطعتين بيض ومعلقتين كاستر ومعلقه فانيليا. ايوه. مكوناتها سهله وبسيطه جدا يا دكتوره مفيش مكونات ثانيه فيها. يعني هناخد كوبايه الدقيق مع كوبايه ميه ربع كوبايه زيت او سمنه وهناخد معلقتين كاستر بعد ما بتطلع من النار ما هننزل بيها على النار ومعاها قطعتين بيض ومعلقه فانيليا. بعد ما العجينه تبرد تعجنيها كويس جدا سواء بقى بشوكه او بمضرب او باي حاجه وبعد كده هتعمليها زي ما احنا شايفين كده في الكيس بتبقى بالشكل ده. الفكره كلها بتاعت نجاح بلح الشام يا جماعه اللي هي الزيت. تمام. لازم يكون الزيت انتوا لو ملاحظين انا طافي النار لسه ما ولعتها نهائي عشان في بعض من الناس بتسال يعني ايه زيت بارد. ايوه. الزيت بتكوني لسه حطاها في الطاوه بتاعتك او الحله بتاعتك او الحاجه اللي انت بتقلي فيها وتخلي النار مطفيه. تقطعي وبعد كده تشغلي النار. ايوه. تمام؟ احنا هنشوف دلوقتي مع بعض اهو. احنا كان قبل ما نطلع الفاصل شفنا مكونات المكونات بتاعت الشام. ممكن برضه نشوف على الشاشه مع ويشيف محمد اسلام هو بيقطع بلح الشام في الطاوه ممكن نشوف مع بعض. طبعا بنكون مجهزين كمان مقص خاص بالمطبخ والحلويات زي ما اتفقنا. أيوة. حاجه تكون خاصه بعيدا عن الاسماك والحاجات دي. وبعد كده نبتدي نقطع بالشكل اللي احنا شايفينه ده. كده على البارد يا جماعه شايفينها بتنزل ما طلعت فوق لسه ما ولعت النار انا. بعد كده مجرد ما بتبتدي تقطعي كده تروحي مولعه النار بتاعتك خلاص وتسيبيها بقى تستوي براحتها. تمام. طبعا دي ما بتاخد مرحلتين زي الزلابيه هي مرحله واحده بس من التسويه. تبتدي تقطعيها كده بالشكل اللي احنا شايفينه ده. لو ملاحظين الكاستر مديها اللون الذهبي كمان لما بتطلع معاكي من النار بيكون لونها ذهبي جميل جدا. طبعا برده بتاخد عسل تجيل اول ما تطلع من النار. ايوه. دي برده شرطي انها تكون سخنه هي ذاتها ولا شرطي انها تكون سخنه عشان تشرب لنا الشيره او كده؟ هي اول حاجه دكتوره يعني. الحاجات دي كلها لازم العسل يكون بارد. انت عاملاه قبلها طبعا قبل ما تشتغل في الحلويات دي. أيوة. يكون بارد. ما محتاج عسل سخن. وهي ذاتها ما بيفرق تكون بارده ولا سخنه ولا لا بيفرق؟ لا ما فرق يا دكتوره. هي ممكن تتحشي على فكره في اصناف منها بتتحشي بالكريمه لازم تكون بارده جدا تتحشي. أيوة. فواكه تتحشي شوكولاته كل دي اصناف ممكن تعملها ببلح الشام. زي ما شايفين هي ثابته لسه لحد دلوقتي ما بتتحرك وما دايما ما بتملي الطاوه بتاعتك عشان لسه بتاخد مساحه من الوقت شويه معاكي حجمها بيكبر. وطبعا لازم تكون البلبله بتاعتها تكون فاتحه الفتحات بتاعتها شويه عشان تعمل معاكي الرزات اللي احنا شايفينه ده. تمام يا عندنا كمان اصابع زينب ممكن نشوف مع بعض المكونات بسرعه كده ونرجع. رجعنا لكم رجعنا لحضراتكم مره ثانيه دلوقتي عشان نعمل مع بعض صابع زينب. طبعا يا جماعه هي طريقه سهله جدا وبسيطه. انتوا شايفين دي سامولينا الماده الدهنيه بتقلبوها مع بعض تدسيها زي البسبوسه بالظبط. أيوة. وبعد كده تضيف الخميره وشويه ميه دافيه صغيرين بتطلع معاكي العجينه جويه زي كده زي قريبه من عجينه الفطاير يعني. تمام. بتسيبيها تستريح شويه بعد كده تبتدي تاخدي منها قطع صغيره كده بالشكل اللي احنا هنشوفه تفرديها كده. العجينه سهله جدا وقليله معاكي على المصفى او المبشره بتاعت الجزر بتاعتك
اي حاجه عندك موجوده مطلعه زي كده زي المصفى مثلا اللي احنا بنصفي فيها ديت زي الحاجه دي تمام ديت او دي او مبشره بتاعت جزر هنبتدي نعملها كده بالشكل اللي احنا شايفينه ده تضغطي عليها وترميها في الزيت كده على طول تمام ممكن نشوفها هنا برده شايفين ديت مثلا في الظهر بتاعها او المبشره بتاعت الجزر تاخدي قطعه العجين كده مدوره وتضغطي عليها بصبعينك الاثنين كده وتجريها لورا تبقى بالشكل ده اللي احنا شايفينه معاكي بالشكل ده تمام الله حركه ذات لذيذه يا شيخ مقرمشه حركه حلوه كده شايفينه ده كده مع بعض شايفين النقشه البسيطه دي يا دكتوره هي طبعا في حاجات اسهل الامور يا جماعه كان زمان كنا طبعا بنستعملها على الكرتون بنفتح الطبقه الناعمه اللي بره وبعدين تبقى الطبقه اللي جوه مضلعه بتعمليها كده بالطريقه دي لكن دلوقتي في حاجات كتيره ممكن تساعدك في الموضوع ده تمام تمام زي ما شايفين كده بتاخديها طوالي على النار ما بيحتاج الزيت لازم يكون سخن يا شيخ لازم يا دكتوره ولا ما بيأثر حتى على لا لا ما بيأثر لان انت طبعا هي العجينه تعتبر مستويه انت بتعمليها طبقه خفيفه جدا ما بتحتاج نار كتير تمام زي الشكل اللي احنا شايفينه ده كده مع بعض تعمليها كوره صغيره وبعدين تعمليها كده بالشكل ده تجريها لورا بصبعينك شايفين علامه الصبعين ورا اهو تشديها كده وبعدين تلمي العجينه وتنزليها في الزيت بتاعك تمام تمام طريقه بسيطه وسهله جدا جدا زي ما قلنا كل الحلويات نحن لازم نحسب الحصه بتاعتنا او الكميه المفروض نتناولها خلال اليوم وبرضه حسب الحاله الصحيه انها ما تكون لنا نسبه عاليه جدا عشان ما تاثر علينا بالنسبه للحوامل كل الحلويات دي بتكون بالنسبه لهم زياده بتاع الطاقه وممكن تساعد على المعجنين لكن برضه بنقول لازم يراعوا انهم يفحصوا السكري ويشوفوا نسبه السكر في الدم كم عشان ما تقوم تاثر عليهم وتعمل لهم ارتفاع في السكري او تعمل لهم سكري ناس كثير من الحوامل بيتعرضوا له وكمان برضه عندهم مشاكل في ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول والضغط بنقول لهم الحلويات دي هي حلوه واي حاجه لكن بتاثر عليكم صحيا ممكن تعمل لكم مشاكل سوء الهضم ممكن تزيد في الضغط الدم بالذات لانها فيها نسبه من الزيت محمره فيها زيت وكده عشان كده نتناول منها كميه بسيطه جدا جدا نطلع بها النفس وربنا يدي الناس كلهم الصحه والعافيه ان شاء الله ان شاء الله زي ما شايفين بننزل تاني بالزلابيه في زيت سخن الخطوه الثانيه يا شيخ محمد الخطوه الثانيه بعد كده شايفين بلح الشام برده بيكون جنبك كده على النار او ارتفع لوحده وبقى حجمه بدا يزيد نبتدي نقلب كده الزلابية على طول لحد ما تطلع لونها الذهبي اللي احنا عاوزينه طبعا الدرجة اللي انت بتحبيها تمام تمام شايفينها بتلون ازاي بسرعة دكتورة أيوة. لان هي واخدة اساسا طبعا عازلة من الزيت فلما بتنزل في زيت سخن بتلون على طول الدرجة اللي احنا عاوزينها عشان كده بتقفل المسام وما بتشرب معاكي ولا زيت كتير ولا عسل كتير تمام تمام كل انواع الزيوت يا جماعة او كل انواع الحاجة بتقليها بالزيت بتاخد معاكي زيت سخن الا بلح الشام بيكون الزيت بارد جدا زي ما شرحنا لازم يكون تولعي النار بعد ما تقطعي بلح الشام تاني حاجه مرحله في نجاحها برضو ان العسل يكون تقيل لازم الاصناف دي كلها بتاعت الزيوت تكون عسلها تقيل عشان ما تشرب منك عسل كتير احنا محتاجين طعم السكر بس فيها تمام كده احنا طبعا يا شيخ محمد نكون وصلنا لاخر الحلقه النهارده كانت حلقه عن الحلويات الشرقيه حاولنا على قد ما نقدر ان احنا نبسط للساده المشاهدين طرق عمل الحلويات بعض طبعا الحلويات الشرقيه ما كلها عملنا البسبوسه بالطريقه العاديه بتاعتها وعملنا بلح الشام لقمه الضادي ورموش مرموش الست النهارده اصابع زينب اصابع زينب والكنافه بالمانجا نتمنى ان اصناف الليله تكون نالت اعجاب الساده المشاهدين ونكون يا رب يعني نكون بسطنا المعلومه على طريقه عمل بعض الحلويات الشرقيه كمان يا شيخ ابراهيم يكونوا خدوا الافكار البسيطه اللي هي بتنجح معاك الوصفه في بعض من الناس بتاخد المكونات لكن ما بتقدرش تطبق الوصفه فيها فدي حاجات طرق بسيطه قدرنا نديكم مع بعض من المعلومات عشان توصلوا للحاجه الصحيحه ان شاء الله ان شاء الله شكرا شيخ ابراهيم شكرا شيخ محمد شكرا مشاهدينا الاعزاء وان شاء الله دائما نكون في حسن ظنكم وفي الاخر بقول لكم في امان الله في امان الله